خويا صمتي ثلاث ولا لعبة؟ اخويا صمت لعبة. اش غنقول لك؟ هاد بقينا كنتسناو كنتسناو، راه بقينا سهرانين الليل كامل حنا وعيالاتنا وولادنا والناس جيراننا، شي صايم شي ما صايمش، الناس دخت فهمتيني، ما عرفناش. هاد الناس بغيناهم يتحدوا بعضياتهم فهمتي، المسؤولين بغيناهم. حنا كلنا ساكنين في ماساتشوستس، حنا ساكنين في ولاية وحدة، يعني اتفقوا بعضياتهم الجوامع كاملين ويديروا رأي واحد ويصوموا الناس مقادين. هادشي اللي باغيين، حنا ما غادي نهار زايد ناقص ما غاديش نقادر، حنا العلم لله، الله اللي كيعلم فهمتي. غير هو بنادم يكون متحد بعضياته، ماشي مولدن ما صايماش، ريفير صايمه، تشيلسي ما صايمه، هادشي ما خصوش يكون. حنا كنا في بوسطن، كنا في ولاية بوسطن فهمتيني، خصنا نكونوا متحدين بعضياتنا. والله يجازيكم بخير، إلا ما ديروا شي حل يكون يرضي الجميع، وتبعوا داكشي ديال اللي قال الله سبحانه وتعالى. يعني بانت لكم شي حاجة أمروا، ما بانش لكم وعدوا الناس بنهار واحد يصوموا، والله ما تقبل الجميع. يا انا صمت البارح هنايا البارح ثلاث، وصوت الجامع ديال كامبريدج قال لك خاصكم تصوموا، لا بغيتو تصوموا صوموا، بغيتو تصوموا ماشي مشكل، تقدروا تصوموا ولا لا. ايوا خاص الجوامع يتوحدوا كاملين باش نعرفوا امتى نصوموا امتى نعيدوا، لانه كيف يعقل ان المسلمين عايشين في نفس يعني المدينه، ما قلنا يعني ما قلناش نفس البلد او يعني بلد مختلف، في نفس البلد وفي نفس المدينة وحتى انه في نفس المنطقة في اختلاف بالنسبة لموضوع الاهلة. يعني اللي جرى هاد يعني البارحة فبصراحة موضوع يدمي القلب، انه هذا اللي يعني هذا هو السبب اللي يعني باش يدير تفرقة بين الناس. كيف يعقل بانك يعني في نفس المنزل ناس، مثلا انا مثلا والصديق ديالي، يعني واحد بغى يصوم البارح وواحد اليوم، فهذا بصراحه يعني موضوع بصراحه تيحز في القلب بزاف. يعني وهذا الموضوع هذا ماشي موضوع ساعه، هذا موضوع تطرحنا في بوسطن سنين. فتنتمناو بصراحه تنتمناو من 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 القلب ديالنا انه يتخذ واحد القرار، يعني ماشي حاجه صعيبه باش الناس يعني القائمين على الامر الديني هنا في بوسطن انهم يتفقوا على نهار واحد. هذا يعني كيف يعقل بانه مسجد يبعد على المسجد الثاني بخمس دقائق، ومسجد قرر انه الناس يصوموا البارح، والمسجد الثاني قرر بان الناس يصوموا هذا النهار هذا. يعني لما توحدش المسلمين في تحديد يوم الاهل، فما غادي نتوحدوا في حتى شي موضوع. انا شخصيا البارح كنت صايم الحدود الساعة الواحدة زوالا، قررت بانه اتصل بيا الروميت ديالي، يعني الدري ساكن معايا، واكتشف بان اغلبية الناس ما كانوا صايمين، فقررت انني افطر وصمت اليوم. السلام عليكم خويا، صمتي ثلاث ولا لا؟ ثلاث. شنو رأي ديالك في هذا الشيء دابا ديال قيس عمرو؟ ايوا ما عمر الارض ما كانوا متحدين الى جينا للحقيقة. واحد العام اصلا سمعت انهم في تشيلسي صايمين وفي ايفريس فاطرين، يعني كيشرقوا ويغربوا كيف ما بغاو تين. هادشي هذا ماشي هو هذا، راه خص الفقهاء اللي هما عارفين وسموهم فقهاء، ومن خصهم يعطيو يقولوا نهار واحد يتحدوا على كلمه وحده، راه كاين لا اله الا الله ما كاينينش جوج، يتحدوا على كلمه وحده. في دار وحده كتلقى واحد صايم وواحد فاطر، خبير هذا. خوتي السلام عليكم، ومبروك على واشركم. كيما تشوف الاراء الاثنين اللي فات عندنا هنا في بوسطن ونواحي، وقع واحد الخلاف حول النهار ديال رمضان. كتدخل فيسبوك كتلقى عمايله كلشي كيسول، كلشي كيهضر، كلشي كيعطي الراي ديالو. كتدخل شي سيت وشي ويب سايت ديال شي جمعيه اسلاميه ولا شي مسجد، كتلقى هذا كيقول كات هذا الله البيع، وكلشي كيقول علاش، وكيبيسي على حسب المعطيات ديالو وعلى حسب الافكار ديالو. المهم منطقيا كنظن ان القضيه في شي اشكال، لانه موقع واحد، يعني ماشي بلاد وبلاد، يعني مدينه وحده، وتقريبا كتلقى سيكتور واحد، نص صايم ثلاث ونص صايم لابع.
الوغ الناس تلفات الناس داخل شخصيا بقينا سهرانين حتى جوج الليل ما عرفناش اش غنتبعوا وتقريبا الحل كان انه كل واحد تبع المسجد اللي كيصلي فيه ولا الجمعيه اللي كيتبعها. نتمنى انه في المستقبل ما يتعاوش هذا المشكل ومن الجمعيات الاسلاميه انها تبقى تخدم يكون واحد التنسيق بيناتها ما يكونش قرارات فرديه. الشيء الاخر اللي بغينا نقوله هو ان الشيء اصلا كيبقى فشي اشكال لانه كنخدموا مع الامريكان وكنكون مثلا حنا مغاربه وختمي مع وسط الامريكان كيشوف مثلا هذا صايم هذا ما صايمش هي اصلا بلا تجاهلنا فشي شكل وصعيب باش فهمها واحد مغربي بحالك ما بالك امريكي كان شي شويه فشي شكل. العواشر هذه دخلنا عليكم والله لما بارطاجيو هذا الفيديو والسلام عليكم. على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.